الكوارتر الثاني اذا راح ينطلق بهالاثناء. بوزيشن راح تكون لبيروت مع علي مزهر يلي عم يطلع الطابع على البوزيشن نمبر 1 دائما اشرف كنوني عم يجرب يكون قريب عليه. باتريك وعبود باتريك بينقلها لعند الرستم، الرستم شو ممكن يعمل؟ الي رستم، الي رستم بوجهه النعيم ضيف الله بيقرر يخترق. الي رستم بيعمل موف حلو كثير والفايده والشوت. الي رستم رائع جدا بمباراه اليوم، 12 نقطه للرستم بمباراه اليوم، رائع جدا عم بيكون، عم يعرف كيف ياخذ شوطاته بتركيز عالي بتركيز كبير. هيدي هو السبيريت يلي نحن ناطرينه من قبل لاعبي بيروت بهالمباراه. 23-19 التقدم 4 نقاط لفريقنا مره جديده بالوقت في محاوله من محمد الهي للدخول، بتروح لعند انتوني جريدي بياخذ شوطه ومرتاح انتوني جريدي اللي كانه ما بيسجل. هيدا امر منيح انه ما قدر يسجل انتوني جريدي تحت انظار الجمهور اللبناني والجمهور التونسي اللي عم يتابعوا المباراه من ابناء الجاليه اللبنانيه وابناء الجاليه التونسيه الموجودين بدبي الاماراتيه. باتريك بوعبود بياخذ على المحاوله مره جديده، رائع جدا يا باتريك بوعبود، ولو انه اولى سلاتك رح تكون عم تنحسب نقطتين بالاعاده مره جديده، كانت قدمه على الزيح لباتريك بوعبود وبالتالي نقطتين مش 3 نقاط لفريق بيروت. على كل حال بيروت متقدم بفارق 6 نقاط والمحاولات مره جديده ومحاوله دخول على البيز لاين بحاول يطلعها لبرا. دفاع بيروت عم يكون جيد جدا، اكيد الادجستمنت على الدفاع بيقدر يعملها مروان خليل مباراه بعد مباراه، ومره جديده عم ينجحوا بالثواني الاخيره انه يسجلوا. المره الرقم 5 زياد شنوفي عم يسجل ثاني سلاته، ايضا ديدلي شوتر زياد الشنوفي اذا سنحت له الفرصه انه يسدد بالتاكيد بيقدر يسجل برياحه تامه. 25-22 سكور متقارب بالتاكيد. محمد إلهي هو يلي صار عم يطلع الطابه من ناحيه النجم الراتسي. نعيم ضيف الله على اللو بوست، انتوني جريدي مزعج جدا تحت السله، عم يجرب يستغل عدم وجود بيجاي تحت سله فريق بيروت ليحاول يطلع ويسجل بسهوله تامه. مره جديده التيرن اوفر عم بيكون موجود على النجم الراتسي، وعلي مزهر عم ينطرق بسرعه السهم. علي مزهر مروان زياده عم يطلبها تحت السله. ايضا باتريك بوعبود، باتريك بحطها لزياده على لو بوست بحاول يبرم، صعب كثير. ومروان زياده برافو للشغل يلي عمله، عم ياخذ الفاول كم مروان زياده. اكيد السايز مهم جدا تحت السله والامر الواضح انه بيتمتعوا بهالامر لاعبي النجم الراتسي، يعني من انتوني جريدي لزياد الشنوفي لاحمد تريمش يقدروا يصعبوا الامور حتى نعيم ضيف الله. عم بيكون موجود على البوزيشن 3-4 وعم بيكون مزعج. مروان زياده عم بسجل اذا 2 من 2 لزياده على الفري ثرو لاين. زياد الشنوفي، زياد ترن اوفر جديد، ترن اوفر جديد عم بيكون على النجم الراتسي، المرة على نعيم ضيف الله. علي مزهر، علي بيعمل كنترول بشكل ممتاز على طابته. علي مزهر بينقلها لعند الرستم، الروتيشن السريعة مطلوبة يا شباب، وخصوصا انه عم بيكونوا اوقات بطيئين بالسويتش بالديفنس بالمان تو مان ديفنس. عاد ما عم يعملوا سويتش لاعبي النجم الراتسي عم بيكونوا بطيئين بالوقت يلي الفاست بريك السريع عم ينجح فيها انتوني جريدي، وعم بيسجل وعم ياخذ الخطا ايضا. اكثر اللاعبين المزعجين تحت سله بيروت عم بيكون انتوني جريدي، نزل الفارق ل3 نقاط وراح يكون عنده محاوله جديده ايضا على الفري ثرو لاين. 27-24 وجريدي عم ينجح بمحاولته ايضا، عنده 10 نقاط. اول لاعب يعمل دبل فيجرز، اول لاعب بيعمل دبل فيجرز عند النجم الراتسي. باتريك بوعبود عند جيرون جونسون بياخذ لعتاب جيرون جونسون. يا مجنون شو عم تعمل يا جيرون جونسون، مره جديده عن خط 3 نقاط عم يضرب من نار جيرون جونسون، رائع جدا من برا. شوف كيف اخذ الاتامب بتركيز كثير عالي وسجل جيرون جونسون. بيغيب 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 وبيطل
في واحدة من سلاته الكبار أيضا جيروم بينقلها عند علي مصدر، روتيشن سريعة ممتازة عم تكون حاليا من قبل فريق بيروت. إلي رستم لباتريك وعبو تحت السلة، باتريك ما بيسجل سكند شانس. بعد معنا يا شباب جيرون جونسون يضرب بطريقة كثير حلوة، بياخذ الفاول، عم ياخذ الخطأ مرة جديدة جيرون جونسون. ثلاث أخطاء على النجم الراتسي مقابل خطأ واحد فقط على فريق بيروت. تركيز عالي عند فريق بيروت عم بيكون، وخصوصا ترانزيشن ديفنس، هيدا امر مهم جدا لانه انتوني جريدي دائما عم يحاول يستفيد من الطابات الطويله اللي عم تلعب له تلاقي حاله تحت السله مرتاح. مروان زياده هو المره تحت السله بيبرم وجهه انتوني جريدي بقلب كثير ايضا من زياده لكنه ما قدر يسجل. فرصة جديدة امام النجم الراتسي ليقلص الفارق اكثر واكثر، خمس نقاط هو الفارق حاليا مثل ما عم تشوفوا امامكم على الشاشة. المحاولة من زياد الشنوفي، المحاولة الثلاثية الناجحة من زياد الشنوفي، هذه ثلاثيته الثانية قلت لكم دادلي شوتر من الطراز الرفيع، دائما لازم تحط ضغط عليه تما يقدر ياخذ شوطه وهو مرتاح. الامر ما عم يعملوه لاعبي بيروت، عم بلاقوا زياد الشنوفي على الارك بالوقت يلي اشرف ايضا ما بيقدر يسجل. ريباوند لمين؟ ريباوند لعند انتوني جريدي. الريباوند كان عم يكون عم بيروح باتجاه انتوني جريدي بالوقت يلي كان صراع كبير مع باتريك بو عبود على الريباوند. طابة من برا رح تكون لمصلحه النجم الراتسي التونسي اشرف قانوني، عم يترك الملعب ومكانه عم يدخل لؤي رودسلي رقم 12. الحكم ايضا عم يعطي او عم يحتسب تيرن اوفر، يحتسب ووكينج طبعا وتيرن اوفر على محمد إلهي. فارق سلة 328 اللي شمعون عم يدخل إلى أرض الملعب مكانه لجيرون جونسون. ليونتي هوكنز أيضا مكانه لمروان زيادة. اللي شمعون ممكن يفيد كثير من برا مع علي مزهر. علي من جديد للرستم، هو المرة هو بقرر ياخذ الشوط ما بيسجل. إلي رستم رائع جدا، ثلاثيته الثالثة بمباراة اليوم، رائع جدا إلي رستم عم بيكون. 15 نقطة للرستم، ثلاث سلات عن الارك بطريقة رائعة جدا وبقلب كبير، أخذ شوطه مرة جديدة. الرستم رائع جدا وبيروت عم يتقدم بفارق خمسة. لازم الشباب ينتبهوا أكثر على الديفنس، ما يسمحوا لهم يفوتوا بهالطريقة السهلة، ما يخلوني يلاقوا الطريق ويلاقوا اللاين باتجاه السلة. دائما اختراقات لاعبي النجم الراتسي عم تكون سهلة ببعض الأحيان. علي مزهر منه للرستم، ديونتي هوكنز بيبرم وبشوط ما بيسجل. الريباوند للؤي رودسلي، لؤي بجرب يتابع طريقه بيطلعها لبرا مرة جديدة. المحاولة عم تكون تحت السلة، انتوني جريدي تبقى البوزيشن لمصلحة النجم الراتسي رغم انه عم يعترض كان الفريق التونسي، عم يعتبر انه كان في خطأ على ديونتي هوكنز. يعني ديونتي هوكنز 4-5 بيقدر يكون موجود، لكن اكيد افضل على الفور، يعني وجود بيجاي تحت السله هو حاجه كبيره لفريق بيروت. على كل حال مروان خليل يعني فضل ديونتي هوكنز وجيرون جونسون، اقله انه بيعرفهم لهاللاعبين، كانوا موجودين معه بالمتحد وانتقلوا للدفاع عن الوان بيروت. هذا امر مهم، يعني كل المدربين اللبنانيين ثلاثه الموجودين بدوره دبي فضلوا يستقدموا لاعبين اجانب بيعرفون. المحاولة هون كانت للؤي رودسلي والاحتكاك يلي بين انتوني جريدي وديونتي هوكنز. كل السلامات لديونتي. مروان زيادة رح يدخل مكان ديونتي هوكنز بعد تعرضه لاصابة. على ريباوند تقريبا الفريقين متساويين، 14 ريباوند لهالوقت لبيروت مقابل 13 للنجم الراتسي. باتريك بو عبود للشمعون، الشمعون بياخذ اول محاوله لقلب المباراه ما بيسجلها، لكن علي مزهر عم يلم الريباوند بشكل ذكي جدا. علي مزهر للرستم، الرستم يوم رستم باحسن ايامه. الي رستم اليوم ركز بشكل كبير للعب باتريك بو عبود الرستم، ولكن كلوك فايوليشن على بيروت. كان مفروض الرستم ياخذ الشوطه، شفناه عم يعتذر يعني من زملائه ومدربه، كان مفروض ياخذ الشوطه ويحاول يسجل. خمس نقاط هو الفارق لمصلحه بيروت دائما.
لؤي هو على البوزيشن 1 بالنسبة للنجم الراتسي. إلى جانب محمد إلهي. محمد هو يلي عم يجرب يخترق ما بيسجل مرة جديد، يعني مش مسموح، مش مسموح يا شباب. يمكن أنتوني جريدي في مسماتش معه تحت السلة عم يقدر يسجل نقطتين جديد، لكن دخول محمد إلهي بهالطريقة السهلة على السلة مش مقبول. هيدا الأمر يلي رح يشتغل عليه مروان خليل بالتأكيد. مع اتصاف المباراة ودخول الفريقين إلى غرف الملابس، أيضا المحاولة ما بتنجح لباتريكو عبود، محاولة للدخول على الاختراق ضمن محاولات الكثيرة لفريق النجم الراتسي. باتريك عبود لشمعون بالأوبن شوت، إلي شمعون سنايبر ما بيضيع من هالمكان أبدا 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 بالأوبن شوت. شوفوا بالتخصص بالفعل طرق من المسافة البعيدة وسجل أول ثلاث نقاط له. لهيك دخل الشمعون، هيدي شغلته، هيدي هي وظيفته، هيدا هو سلاحه الأقوى على 3 بوينتس. إلي شمعون ولعب 3 بوينتس جديدة، 36-30 الفارق 6 لبيروت، والمحاولة الثلاثية ومحاولة للرد ما معقول ما معقول ما معقول. زياد الشنوفي أيضا ثالث ثلاثية له بالمباراة، فكأنه بحرب مع إلي رستم على صعيد الثلاثيات اليوم. هيدي ثالث ثلاثية مثله مثل رستم بهالمباراة. قلت لكم ديدلي شوتر من الطراز الرفيع النمبر 5 زياد الشنوفي عم يقدر يسجل مع المزهر، بينقلها للرستم، الرستم الرستم بحطها على اللوبوس لباتريك وعبود. باتريك باتريك لبرا لعلي مزهر، راح ياخذ الشوطة علي مزهر ما بيسجل، ريباوند دفاع عم بيكون لأنتوني جريدي. عندما عم بيكون النجم الراتسي اجريسيف على الديفنس عم بتكون الامور صعبة بالوقت يلي هالمرة ما بتنجح محاولته لزياد الشنوفي، والريباوند الدفاعي كان لإلي رستم. إلي 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 لعند الشمعون من جديد بالاوبن شوت، شمعون ما بيسجل هالمرة يا شمعون، ما بيسجل الشمعون. لكن بوزيشن رح تبقى مع الفريق البيروتي، مع بيروت، فريق يلي ما ولد من فترة طويلة لكن ترك بصمة على الصعيد المحلي، بصمة سريعة، وأيضا على الصعيد العربي، على الصعيد الخارجي أيضا بدورة دبي حضر بشكل كتير كبير. الفريق متقدم على بطل تونس بالوقت الحالي بفارق 3 نقاط. تخيلوا تخيلوا ما وقفت البطولة عندنا بلبنان، تخيلوا البطولة بعد ماشي، تخيلوا الجهوزية اللي كانوا راح يكونوا عليها لاعبينا. أكيد القلق كان كتير كبير عند مروان خليل قبل بداية المباراة، بيعرف صعوبة الفريق يلي عم بيواجهه، بيعرف كتير منيح قديه بحاجة لاعبينه لدقايق لعب كرمال يلاقوا الريتم تبعهم. دقيقة و43 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني وانتصاف المباراة. رالف عقل على أرض الملعب مكانه لعلي مزهر، مروان زيادة إلى جانب إلي شمعون وباتريك بوعبود وإلي رستم من دون أي لاعب أجنبي حاليا. بيروت الشمعون بحاول يخترق السلة، الشمعون عم يتعرض للبلوك شوت من أنتوني جريدي. أنتوني جريدي إذا عم يعمل بلوك شوت على الشمعون، والمحاولة أيضا للدخول من النمبر 12 لؤي رودسلي. محاولات جديدة، صراع كبير على الريباوند، لكن باتريك وعبود كان عم يحسمها هالمرة. رالف عقل، عقل فريق بيروت، العقل المفكر قد ما يكون على البوزيشن 1. امبارح شفنا شقيقه رودريك عم يلعب مع الرياضي طبعا بعد انضمامه لقلبه بدورة دبي. بالوقت يلي رستم عم يتعرض لستيل هون من رودسلي، وبالتالي عم بيروح للايزي لايق محمد إلهي ليسجل أولى سليته بهالمباراة. فارق نقطة لبيروت. هون عم نشوف تعرض إلي رستم لستيل
في محاولته لاختراق السلة. باتريك بوعبود مجددا ستيل مرة جديدة. هيدا ستيل الرابع يلي عم يقدر يعمله النجم الراتسي بهالمباراة مقابل ستيل واحد فقط لفريق بيروت. محاولة ثلاثية المرة ما بتنجح من الرقم 14 عمرو بن علاط. ريباوند مرة جديدة لباتريك بوعبود مع رالف عقر. رالف ديفنس 2-3 حاليا من قبل النجم الراتسي. الشمعون بالثواني الأخيرة 7 ثواني متبقي. الرستم ممكن هو ياخذ الشوطة بالفعل. الرستم عم ياخذ الشوطة. ما معقول يلي عم يصير مع بيروت. الأوف الجديد على بيروت سنتين واثنين أجزاء من الثانية متبقيين على انتصاف اللقاء في حال سجل النجم الراتسي. راح ينهي تاني كوارتر وهو متقدم. الديفنس مطلوب. ما تخلون ياخذوا الشوطة يا شباب. ضيف الله بياخذ الشوطة من بعيد والكوارتر الثاني عم ينتهي مشاهدينا بتقدم طبعا بيروت على النجم الراتسي بفارق نقطة 36-35. بداية مقبولة بداية جيدة لبيروت مقارنة طبعا واستنادا إلى قوة الخصم يلي عم بواجهه وطبعا عودته من فترة طويلة إلى المباريات. نحن أيضا ما راح نطول عليكم، راح نروح لبريك سريع ومن بعدها بنرجع لنكون نحن وياكم عبر شاشة الام تي في وعبر شاشة وان بنقلنا المباشر من صالة مكتوم بن محمد المكتوم في دبي لمباراة بيروت والنجم الراتسي. ما تروحوا لبعيد.